السلام عليكم، اهلا بيكو. الريكوردينج دوت قلت ابدا بيه عشان اشجع بقيه الناس ان هم يتكلموا على السبيشالتيز بتاعتهم. انا يعني هدي اوفر فيو سريع جدا على الاوفثالمولوجي تريننج في اليونايتد ستيتس. طبعا انا حاليا بشتغل في ال اس يو، انا بي جي واي 4 ريزيدنت هناك، ف يعني هقدر ادي اكونت احسن على البروجرام بتاعي، بس يعني هحاول اجنرالايز الحاجات اللي انا شفتها في بروجرامز تاني برضو. يعني بداية هتكلم mainly على ال residency وعلى ال بتاعة ال ophthalmology وعلى ال fellowship بتاعة ال ophthalmology. ال residency of بتاعة ال ophthalmology في أمريكا 4 سنين. أول سنة بتبقى سنة internship. internship يعني زي نقول امتياز، بس هي مش امتياز، هي سنة نيابة عادية خالص، يا بطنة يا جراحة، يا حاجة اسمها transitional. ال transitional هي انت بتعدي في specialties مختلفة، جراحة وبطنة ونسا وحاجات كتيرة. يعني بتبقى سنة مريحة نسبيا. medicine بتبقى معقولة، مش وحشة قوي. السيرجيكال بتبقى صعبة جدا ومتعبة جدا، وقليل قوي اللي بياخدها. بخير رمض اصلا بيبقوا من ناس مريحة، مش وجع، مش عايز وجع دماغ. بعد ما تخلص السنة البطنة او الجراحة او الترانزيشنال بيبقى فيه 3 سنين، اللي هما بيبقوا بي جي واي 2 وبي جي واي 3 وبي جي واي 4، بما ان اول سنة هي بي جي واي 1. اول سنة في الرمض في امريكا بيركزوا اكتر على الكلينيك، بتبقى معظم شغلك جنرال كلينيك. كمان بتعمل شوية عمليات، بتشتغل extra ocular surgeries أكتر، ocular plastics، يعني شوية ptosis repair، dermoid cysts، ectropion entropion، حاجات basic كده في الليد، lacrimal، cannulicular، حاجات زي كده يعني، وشوية strabismus ساعات برضو يعني. وفي آخر خالص السنة ممكن تبدأ cataract، بس يعني مش common أن تشتغل cataract أول سنة يعني. البرايمري الكول بيبقى برايمري، يعني بيبقى انت معاك بيجر، ولما في اي حاجه في المستشفى بالليل بيكلموك انت اول واحد. الفريكونسي بيبقى حسب كام نايب في البروجرام، ممكن لو في 3 4 نواب يبقى انت بتاخدها كيو 4 او 5، لو انتوا مقسمينها على الفيرست ييرز والسكند ييرز بتاخدها كيو 6، افريج كيو 5 كيو 6. في كول بيبقى هوم كول، يعني انت بتبقى في بيتكو وبيكلموك على التليفون لو في حاجه، وده معظم البروجرامز. وفي بقى البروجرامز اللي بيزي جدا وعندها اي ار فظيع وكانها عياده في الاي ار، دول بيبقوا ان هاوس يعني، بيباتوا في المستشفى في الكول بتاعهم، وقليلين قوي بتوع الاوفثالمولوجي اللي بيباتوا في المستشفى يعني. بيبقى في شويه روتيشنز بسيطه في الفيرست يير، يعني برضه الكلام ده بيختلف من بروجرام للتاني، بس انا بديك اوفر فيو. بيبقى عاده يا بيدياتريك، ساعات نيورو اوفثالمولوجي، باثولوجي، جلوكوما، بلاستكس. ده في اول سنه. تيجي لتاني سنه بتبدا بقى السب سبيشالتي كلينكس، بتبقى انت مينلي سب سبيشالتي كلينكس، ما بتقعدش في الجنرال كلينك اني مور. بتبقى pediatric ophthalmology كم شهر، retina كم شهر، cornea كم شهر، glaucoma كم شهر، oculoplastics وهكذا يعني. وفي حاجات بتاخدها في أول سنة ومبتاخدهاش في تاني سنة، وفي حاجات بتعيدها تاني. وبتقعد أكتر في العمليات، بتبدأ cataract surgery، بتشتغل phacos أكتر. ما بيعملوش هنا extra capsular cataract قوي يعني، قليل جدا جدا، كله بيبدأ بفيكو يعني. بتعمل oculoplastic surgeries، بتعمل pediatric surgeries أكتر. في بعض البروجرامز الكول بتاعها في السكند يير بيبقى لسه برايمري كول، وفي بيبقى سكند يير. معظم الناس برضه بيبقى سكند برايمري كول، وبيقسموا الجدول بينهم وبين الفيرست ييرز عشان يبقى كيو 6 او كيو او كيو 7. الديوتيز في الكول whether first year or second year، انت لو في حاجه ليد لاسريشن بسيط انت بتخيطها، لو في حاجه يعني بتمانج اكيو كونجستيف جلوكوما، بتمانج الحاجات الأكيوت كلها يعني، بتشوف الكونسلتس في المستشفى. وبيبقى فيه برضو زي كونسلت روتيشن في السكند يير، بتبقى انت مسؤول عن الكونسلتس بتاعت المستشفى كلها. anyway في الحاجات الميجر سيرجريز بتروح للثيرد يير اوفثالمولوجي اللي في التراما يعني. ثيرد يير اوفثالمولوجي ريزيدنت اللي هو بي جي واي 4 اللي هي آخر سنة، معظم الوقت انت في العمليات، ما بتروحش العيادات قوي. العيادات بتاعتك بتبقى بري اوب عشان تحضر عين العمليات، وبوست اوب تشوفه بعد العملية. ف يعني خلاص هما بيبقوا حاسين انت خلاص خلصت خلاص عرفت ازاي تتعامل في الكلينيك، عرفت ازاي تتعامل في السب سبيشالتي كلينكس، ودلوقتي الانتنسيف كورس بيبقى في العمليات، وده احسن يعني. انا عملت نيابة في مصر، كنا بنبدأ عمليات من اول سنة خالص، وبنبدأ كاتريك من اول سنة، بس بنشتغل بريت اقل بكتير. هنا انت ممكن تشتغل بسبع ثمان حالات انت اللي بتشتغلهم في يوم واحد، فالانتنسيتي دي بتديك الليرنينج كيرف بيبقى اسرع بكتير يعني.
فبتشتغل كاتراك، بتشتغل جلوكوما، بتشتغل شوية ريتنال بروسيجرز، يعني بدايات فيتراكتومي مش فول فيتراكتومي طبعا، بلاستيكس، ممكن تركب باكلز للريتنا، الاوبن جلوبز اللي بتيجي في الحوادث انت اللي بتعمل لها ريبير، مش الفيرست او سكند يير، ساعات السكند يير برضه، بس يعني مينلي ثيرد يير. الاوبن جلوب في مصر كنا بنعمله يعني واحنا لسه في امتياز اصلا، يعني في رمض، بس هنا بيبقوا بالنسبه لهم لا، الاوبن جلوب دوت واحد كان عينه طبيعيه ودلوقتي بقت اوبن جلوب، لازم حد اكسبيرينس يعملها. في كل الحالات في كل السيرجريز بيبقى معاك اتندنج، بيقعد معاك في العمليه، انت بتشتغلش لوحدك ات اني بوينت، على طول في اتندنج قاعد معاك، هو بيوريك تعمل ايه وما تعملش ايه، هو انت بتشتغل بس هو قاعد سكريبت ان معاك. وفي العياده نفس الكلام، بيبقى في اتندنج، انت بتشوف العيان وكل حاجه، وهو الاتندنج بيشوف النوت بتاعتك بعد ما بتخلص، بتكتب نوت على العيان وهو يشوف، لو هو شايف ان في حاجه يقول لك لا المفروض تعمل كذا، او في بعض العيادات السب سبيشالتي كلينكس بيبقى معاك السب سبيشالست اكنها فيلوشيب، بيبقى معاك وانت رايح جاي معاه بتتعلم منه. في الجنرال كلينكس عاده بيبقى انت عندك شويه اوتونومس، بيبقى انت اوتونومس اصلا في الجنرال كلينكس، يعني بتعمل اللي انت عايزه، بس بحد بيراجع وراك كل حاجه بتعملها يعني، وبيبقى في حد من الاتندنجز موجود على طول عشان تروح تساله لو انت في حاجه مش عارف تتصرف فيها، وده بيبقى اكتر في اول كام شهر يعني. الكول في الثيرد يير بتبقى سكندري كول، معناها ان هما بيكلموا الفيرست او السكند يير الاول، ولو هو معرفش يتصرف بيكلمك انت، فده عاده بيبقى طبعا هوم كول، وبيكلموك على البيت وبتنزل تشوف ايه العيان او ايه اللي حصل. لو في اي عمليه او حاجه زي كده بتكلم الاتندنج وهو بينزل معاك وبعد كده في العمليه دي، وانت لو معرفتش تتصرف كسكندري كول بيبقى في اتندنج كول بتكلمه هو بيجي ينزل يشوف ايه الموضوع. الاديوكيشن اكتيفيتيز اللي بتبقى موجوده وقت النيابه، كل يوم بيبقى في مورنينج ليكتشر الصبح، بتبقى حوالي ساعه من 7:30 ل 8:30، بنتكلم فيها على منهج الاوثمولوجي من اوله لاخره يعني طول السنه، وبيتعاد كل سنه. جراند راوندز بتبقى مرتين في الشهر، النواب بيقدموا فيها كيسز شافوها، وبيبقى في ديسكشن حول الكيسز ديت وكل الناس بتحضر. جورنال كلاب بيبقى فيه ارتكلز من اوفثالمولوجي او من اي، يعني نختار كذا ارتكل كده والنواب بيناقشوا الارتكلز دي قدام الستاف، وبيبقى فيه ديسكشن برضو على الارتكلز. مره في الشهر بيبقى فيه فلوروسين كونفرنس، بيبقى فلوروسين اند جيوغرافي، يعني بيعرضوا صور فلوروسين اند جيوغرافي، ريتنال فلوروسين اند جيوغرافي يعني، وبنقعد نتناقش فيها وازاي ننتربرت الحاجات دي الفلوروسين اند جيوغرافي. في مورتاليتي موربيليتي، احنا ما عندناش مورتاليتي قوي بس عندنا موربيليتي، فبنناقش مره في الشهر ايه الحاجات الغلط اللي حصلت والمشاكل في العمليات والمشاكل في الكلينيك، العيان مس مانجد حصل له حاجه يعني، بن اوفر فيو الحاجات دي. مره في الاسبوع برضه في اوكاب ريفيو، الاوكاب ده الان سيرفيس اكزام بتاع الاوثمولوجي، وفي مره وفي وحوالي اسبوع في السنه بنسافر ستيت تاني خالص، بيبقى فيه زي اوكاب ريفيو كورس كده 7 ايام ورا بعض، بيبقى طبعا المستشفى هي اللي بتفند او الجامعه هي اللي بتفند ان انت تسافر وتروح تعمل الادوكيشن اكتيفيتي دي، هما بيحجزوا لك ويعملوا لك كل حاجه يعني. فبيبقى اسبوع كده كوندنسد كورس، بنراجع كل المنهج تاني قبل الامتحان بتاع الان سيرفيس. نيورو راديولوجي كونفرنس مره برضو في الشهر، بنقعد مع الراديولوجي ريزيدنتس وبنقعد يورونا ام ار ايز لعيانين عندهم نيورو اوفثالمولوجي فايندنجز، ونتناقش معاهم ونعرف ازاي ننتربت الام ار ايز والكات سكانز وكل انواع الايمجينج اللي هو ريليتد لينا يعني كاوفثالمولوجيست. ساعات بيبقى في جاست سبيكر بيجي في مورنينج ليكتشر، بيتكلم واحد مثلا مشهور في حته معينه، بيجي نستضيفه عندنا ويتكلم عن الموضوع بتاعه. برضو كل كام شهر بيبقى في حاجه اسمها ريسيرش ميتنج، بيبقى لينا كل الريزيدنت ليه ريسيرش بروجكت لازم يعمله كل سنه ويقدمه، فزي في ريزيدنت داي كده، زي ريسيرش ميتنج بيتعمل مره في السنه، فاحنا بيتعمل زي كده، بتبقى قعدات مع حد مسؤول عن الريسيرش، بيعلمنا بقى ازاي نعمل البروجكت بتاعنا وازاي نحضر وازاي نعمل ستاتستيك اناليسيس ومش عارف ايه القصه دي كلها يعني. قبل ما نبدا عمليات بنروح حته نعمل فيها ويت لابس على الكاتراكت، ازاي نستعمل المشين بتاعت الفيكو، ولو هنعمل فيتراكتومي ويت لاب على الفيتراكتومي وهكذا يعني. وفي بعض البروجرامز بيبقوا عندهم اون سايت حاجه اسمها ايسيس، بتبقى زي سيميوليتر، سيرجيكال سيميوليتر، بتخش بيبقى عين عيان وبتدخل بقى بروبس وتقعد تشتغل اكنك بتعمل ليزر او بتعمل فيتراكتومي او بتعمل اي فيك او اي حاجه من الحاجات دي. بيدونا في اول السنه بيسك ان كلينيكال ساينس ريفيو سيريز اللي هو البي سي اس سي بتوع امريكان اكاديمي، وهنا مطلوب مننا طبعا احنا نقرا الكتب دي كلها عشان هي دي اللي بيجي منها الاوكاب.
وطبعا احنا we're encouraged as residents ان احنا نقدم abstracts عشان نقدم posters او papers او presentations في الميتينجز المختلفة whether American Academy او American Pediatric Ophthalmology. يعني هنا encouraged، مش لازم تعملها بس encouraged. ولو انت فعلا your abstract was accepted بيسفروك على حسابهم وبتحضر وبتبقى حاجة هم عايزينها يعني. وده الحمد لله حصل معايا السنة دي في الـ American Academy of Pediatric Ophthalmologist. I got accepted بتاعه، وهم برضو they're paying for everything بقى، my ticket my accommodation والحاجات دي كلها. ال in-service exam بتاعنا اللي هو الامتحان اللي بنمتحنه كل سنة ده اسمه ال OCAP ال Ophthalmology Knowledge Assessment Program. ده 250 سؤال بتعمل في April في Prometric online. كل النواب بيمتحنوا first و second و third years، وبيبقى percentile على مستوى أمريكا وكندا. وال program director بيبقى عايز طبعا score عالي. ال board exam ده حاجة مختلفة، طبعا بتخلص residency بتبقى اسمك board eligible، ممكن تشتغل ممكن تعمل اللي انت عايزه، بس عشان تاخد ال board certificate نفسها لازم تخلص وبعدها بسنة تمتحن ال written board، ولو نجحت بعدها بسنة تمتحن oral boards، وبعد كده تبقى board certified. ال fellowships في أنواع fellowships كتيرة جدا، كلهم معظمهم سنة، في حاجات سنتين زي ال retina وزي ال oculoplastic و reconstructive surgery. ازاي ت apply for a residency or a fellowship؟ عن طريق San Francisco Match، هو اسمه San Francisco بس هو على مستوى أمريكا. بت apply لل residency قبلها بسنتين، بت apply لل fellowship قبلها بسنة. ال residency قبلها بسنتين لأن أنت لازم ت apply في نفس الوقت عن طريق ال NRMP ماتش العادي، يعني عن طريق إيراس والقصة ديت على بطن أو جراحة، فبت apply على رمد وعلى البطن في نفس الوقت وبت match في ده وده. زي بالظبط زي ال advanced specialties لو انتوا يعني دخلتوا الماتش قبل كده. How competitive is residency؟ Very competitive. Fellowships مش قوي كده. Fellowships لازم تبقى عامل قبلها نيابة في مصر عشان تقدر تقدم على fellowship. ال pediatrics سهلة مش صعبة، medical retina سهلة، glaucoma سهلة، neuro ophthalmology سهلة، uveitis سهلة، pathology cornea أصعب شوية، oculoplastics و surgical retina أصعب كتير. Who can apply؟ Fresh graduate ممكن apply، لو أو واحد عمل نيابة في مصر ممكن apply residency برضو، محتاج step 1 و 2 CK و 2 CS. ال fellowship لازم تبقى عامل نيابة قبل كده في بلدك، ومعاك كل ال steps including step 3 في معظم الأماكن. شوية tips كده عشان تساعد الناس إن هي apply for ophthalmology. طبعا محتاج very high scores، يعني محتاج above 250 ك 3 digit in both steps، لأن الأمريكان بيجيبوا 230s and 40s، فانت كفورنر لازم تبقى جايب above 250 و 260 ساعات، above 260 كمان يعني. ف very high scores، محتاج شوية research في أمريكا في الophthalmology، محتاج تعمل observation في مكان معروف ان هو خد قبل كده IMGs عشان يعرفوك ويبقى هم عايزين يدوك interview اصلا يعني. ولو انت عملت نيابة في مصر يبقى انت فرصتك حلوة ان انت تقدم على fellowship، فقدم على fellowship وده ممكن يفتح لك بعد كده باب للresidency. وفي برضو بعض الناس خدوا نيابة أطفال أو نيابة باطنة وقدموا بعد كده على رمض وجات لهم يعني. بعد ما بتخلص ممكن تشتغل كبرايفت، to join a group أو to start your own practice، أو تشتري a practice من واحد بي retire وبتاخد العينين بتوعه كمان يعني والأجهزة بتاعته كل حاجة يعني. معظم الأمريكان هما بيعملوا القصة دي، احنا كفورنس مش بنقدر قوي ان احنا مش عايزين نقعد في أمريكا المدة دي كلها يعني عشان ندفع حاجة زي كده. فممكن تشتغل private ومعاك with academic affiliation، يعني يبقى عندك private practice شغال في group مثلا، ولكن بتروح الجامعة يومين في الأسبوع، أو ممكن تبقى academic يعني بتروح الخمس أيام أو الأربع أيام في الأسبوع الجامعة ك comprehensive ophthalmology أو ك specialist لو أنت واخد fellowship. قبل الأسئلة أنا عايز أوريكو ال San Francisco match عشان الناس لو حد interested يعني. ال San Francisco match اهوت لو دخلنا فيه هتلاقي فيه residency match ophthalmology و fellowship match تنزل تحت في ophthalmology برضو. لو دخلت على San Francisco match دوت فيه بقى اللي هو ال timetable أو timeline، هيقولك التواريخ بالظبط لازم تقدم فيها القصة دي. طبعا اللي عايز يقدم يبقى definitely contact me وأنا هقول له تفصيل، بس طبعا زي ما قلت لكم you have to prepare جامد جدا عشان تapply. لو هتapply على residency، لو انتوا عاملين already residency في مصر يبقى انت ممكن تapply fellowship، تروح ophthalmology fellowship، وفي واحدة للplastics مخصوص لوحدها برضه، بس تروح للfellowship وبرضه timetable هيقولك امتى تapply للfellowship. وساعات بيبقى في vacancies، لو دوست على vacancies هيقولك أماكن فاضية حاليا، أي مثلا في مكان مثلا هنا ف anterior segment surgery available في الحتة دي وهكذا يعني.
anyway I hope ان ده يكون فاتكو، يكون وصل لكم المعلومة، وان شاء الله يبقى برضو يبقى في ناس تانية تعرض their specialties بالطريقة ديت. يلا، السلام عليكم.